عاشت قوى سوريا الديمقراطية. الإدارة الذاتية تمثلنا. قوى سوريا الديمقراطية تحمينا. والإدارة الذاتية شهيد بالراح بالجف. نفديك يا شهيد بالراح بالجف. نفديك يا شهيد بيان عام باسم الإدارة المدنية بدير الزور والإدارة العسكرية بشكل عام وباسم مجلس المنطقة الغربية بكل مؤسساتها الإدارية والاجتماعية والسياسية والثقافية وباسم الشبيبة واسم فاعليات المرأة بكل مجالاتها وشعوب المنطقة بكل أطيافها بصوت واحد وتكاتفا وتضامنا ودعما لتمكين إدارتنا الذاتية وترسيخ لمقوماتها وإنجازاتها على كافة الأصعدة والتي حققت المزيد من الانتصارات ونتائج الانتصارات التي كانت على يد قواتنا البطلة قوات سوريا الديمقراطية بكل اختصاصاتها والتي سحقت وكسرت كل رايات الظلم والانتصار وانتصرت على الإرهاب ورفعت رايات النصر والفخر من أجل حرية الإنسان لأن الإنسان هو المحور الأساسي لبناء الأوطان وأصبحت الإدارة الذاتية مخرجا عظيما وانبثاقا للحرية حيث التعايش المشترك وتفعيل المجتمع لصنع القرار والاعتماد على العقل المرن الاجتماعي وتطبيق العدالة والمساواة وبالتالي مشروعة الأمة الديمقراطية هي الأمة الذهنية المشتركة بدون التمييز بين الجنسين وأعطت دورا حقيقيا للمرأة وبسواعد المرأة والرجل قد تحقق النصر وبناء المؤسسات لخدمة المجتمع والمجالس التشريعية والتنفيذية ومجلس العدالة والقوة العسكرية المنتصرة وتعددية الأحزاب السياسية على النهج الديمقراطي من هنا حضارة الأمة الديمقراطية هو تحول العالم إلى تطورات عدة من خلال التحضير العلمي والفلسفي الذي ملمسق من الديمقراطية الذي قام به بتحضيره القائد عبد الله جلال ومنه دخلت الديمقراطية بتطوير القانون الدولي والدبلوماسية والحياة الحرة والحياة الذاتية وإيجاد أفضل الحلول لمجتمع أفضل وإنهاء كافة الصراعات والاقتتال بشكل سوريا بشكل عام ومن هنا فإن إدارتنا الذاتية أصبحت الرقم الصعب لكل الشرق أوسطية والتي تحمل أسمى معاني السلام والإنسانية نعم للإدارة الذاتية تمثلنا ونحن خلف قوات سوريا الديمقراطية البطلة